البوليسي وقف المواطن هات بدق تعريف يسب لك امك وبوك حتى لو كان انسان نظيف. نحن بور معناها الحكاية اللي عملها كانت وإذا كان محكمة كان معناها يعني الحكمة اللي معناها هكاكا باهي باش تخرجوا سورسي ولا حاجة باش نقعدوا ساكتين. أما كان حكم خايب ولا فما بوليسية كلاب اثنين بوليسية كلاب ثلاثة فما الأربعة فما الخمسة ريت كل ما يزيد هو يعدي نهار حبس عليها الحكاية فما بوليسية كلاب باش تخرج فرد نهار. كيما شفت أنت ديجا وعمل دورة ما شاء الله برشا رابوري جاو من كل بلاصة اليوم باش يقطع مع ودي كانز اللي هي مش قضيته هو وحده هذايا نصورها الحكاية مست حرية التعبير الكل في تونس هذوما ناس صغار ما عندهمش حتى حاجة يتنفسوها كان حرية التعبير كان الكلام اللي يقولوا فيه ما همش مجرمين ما همش عباد يستغلوا في 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 فرص متاع بلاد شعلت وبلاد ركحت لازم نتابعوا الحزب هذا ولا 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 الملة هذية نو هذوما دي جون انديبوندون ناس عندهم مواهب عندهم كلام يقولوه وهما ناس تتكلم باسم أكبر شريحة من شعب تونسي اللي هي شريحة الشباب دونك نتصور اللي الحكايه هذه ما مسيتش جوست ود كانز وهذاك علاش كما شفتوا اليوم الناس كل ملمومين باش يقولوا اللي راهو لازم حريه تعبير تكون انتو شابل في تونس. وقف الضرب هوني ظلمت برشا ناس الحريه والديمقراطيه ما جاوش بلاش وقف الضرب في المراكز والاحباس يزي مضربتونا ومهنتونا ومحبستو على الناس البوليسي وقف المواطن هات بدق تعريف يسب لك امك وبوك حتى لو كان انسان نظيف العديه و17 السيف والبريكات في الكرجان اخواتي شبعوا ضرب وشبعوا كلاب وقف التعذيب اساليب تبدا مش توقفتو فبيك في الداخليه ويقعدوك على شقف ادخل جبنا فيك مونيكيب وفيك ميزامي جاو بيك باش نحضر قدام رئيس نشوف اسكو تونس بلاد قانون ولا معناها حبيت نعمل حتى تيست بيرسونيل نشوف البلاد هذيا ما يساجي دو كوا معناها شنو اللي في الاكسبريسيون في تونس لي بون نكملوا لهنا ولا نكبوا ما وجونا لا لا عطينا من الاخر اليوم من نهار يا احنا يا هما يا الرابدوري راك تشوف فيهم يا الحكومه تمام عليه وانت رشاشي في البريود هذيا نتاع قبل ما تصير جلسه تمام خرجت اغنيه خرجت ثلاثة حاجات ليك وفري ستايل وغنية أنا وليكيف هي ثم حالتنا مليكة أصلا ذيك أنا وليكيف نحن راهو سمعني نحن راهو معناها ما نهذبوش ياسر معناش قانون التحذيب كيما هي التصويرة كيما هي فري ستايل من أغنية تحبالي وطنجرو في اليسرى معناها 6 و12 حاجة هنا موجود اللي نستناوه بالتنسيق مع هيئة الدفاع مع الأستاذ غازي مرابط وثلاثة محامين الأخرين اللي انضموا لهيئة الدفاع اللي باش يتطلب اليوم هو عدم سماع الدعوة عدم سماع الدعوة خاطر فما أولا إجراءات اعتباطية صارت فما ديفيز دو بروسيدور بزاد خاطر الأحكام اللي لي شارج وصول لحالة اللي تعدى بهم ود الكانز ماهمش فصول إحالة ينطبقوا على الوضعية نتاعو معناها ما فماش تحريض ما فماش تآمر ما فما حتى شيء فما غناية فيها دي بروبو أسي فيولون والقانون ما يمنع حتى شيء في الفيولونس في الفن كأنك جيت قلت لي في فيلم أكسيون شبيهم يضربوا في بعضهم ولا شبيهم أون بلوس ما ننساوش حاجة مهمة برشا أنه معناها ذي شهادة حية نتاعو سي ان تيمونياج هو تعديت عليه حاجات وعاش حاجات ما يحس جدا برشا حاجات دونك حكى عليهم ما حرض حتى حد ما قالش يا عباد اعملوا هكا يا عباد قولوا هكا يا عباد درا شنو قاعد يحكي على روحه ما كتشونيش البوليس اللي طيحني امه نوكلها لحشيش البوليسية كلاب وانا قول بيحميه انا قول بيحميه قول بيحميه فما فازة فما تونسية وقت اللي مشيت كلم الناس فما فازة قصوها قالوا لي مدو انت سيئت او فضلتها مشكلة وعدم سماع الدعوة قلت لما راهو مازلنا وغير ربو التونسي محكوم بعامين مادام ودي كانز مازال محكوم بعامين واحنا مادام هو مازال هو محكوم بعامين مادام احنا مازال ما تفضلتش نحب نوصل مساج للرئيس اللي باش يحكم على ود كانز قول له راه اسمعني ماهوش رهابي معناها ولا عمل حكاية نتاع تفجير السنة هذا فجر الاكسبريسيون نتاعو فهمتني ما عملش حكاية معناها لا حرام ولا حكاية معناتها باش يتعاقب عليها هذا جوست راه فن ليبرتي ديكسبريسيون وكان باش تحكموا عليه هو معناتها ماهوش تهديد كان باش تحكموا على ود كانز حاجة سبق فيها راهو فما 200,000 و400,000 ود كانز واحد آخر في تونس اليوم
شنو لازم تقول بعد اللي صار كسوة على جنتي كسوة على هادي وإلا اليوم ولد الكنز لجاء واقف في نفس القضية قدام المحكمة؟ اليوم ما نفهمه الثورة اللي عملناها مشيت وإلا ما مشيتش، عيطنا وخرجنا وعملنا وضربنا وتضربنا عليه ذا الكل معناه، اليوم نشوفه إن شاء الله معناه يهديهم ربي. شوف اللي حرية التعبير اليوم بالرسمي مهدد بأس بدهم واحد يوصل غنى شد الحبس، معناه أنا نهار آخر نمثل أنا قتلت بوليس نتعدى محاولة قتل معناه هكا معناه، علاش أنت تقبلها في فيلم وعلي ما تقبلش في غناء؟ لما يديهم طالع بين كل كسوة ديراتور صحاب علي يعقوبي كسوة للزاكتيفيس الموجودين مواش تأثير على استقلالية القضاء؟ معمل تأثير على شنو؟ على استقلالية القضاء. الله يرحمك وينعمك صاحبي منك نسمع. اسمعني في تاكسي انا برا مبارك يدي كيفاش تو لبس عليك شو ما بتعرف هاي درب موضوع انا ما تحب تاخذ تاكسي لبس لبس برا فرير يبيت يبيت سيب لا اخر كلمة قبل ما توصل قاعد محكمة اخر كلمة كواكيل اغيب صاحبي كومباي كونتينيو صح جسكي سي توفا بيان ولا بيس فرير لا بيس هاي اتو تالور ان شاء الله نسهر مع بعضنا كل واحد يخدم في خدمه شوف كيف اخلص بالنسبه لي احنا معانا حاجه عندنا عليه لا مفضل عايش عايش عندنا شوي عمير حابس اللي جاء اقوى بيه اللي جاء اقوى هم يا كلاك هزون يا كلاك هنا كيد تقول اما رو اللي جاء اقوى مره اللي جاء اقوى مره اللي الكل القدر الحاكم الكل صور امشي برو 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 لا تشوف المحكمه تشوف المحكمه جاي فينا بالغاز يا كليب يا كليب وين راحوا يمين عليه يا برو تامر اشو اسمعني حبينا عليه يمن بحاجه اسمها قانون في تونس
جاي لهنا وعطى الثقة في القانون، طلع طلعت البلاد هذيا تمشي بلاش قانون، عاملين حبس أغلى على غناية. المشروع متاع ديمقراطية ناشئة اللي يحكيوا عليه يردموه في تونس، مردوم، محاكمات أجيم في جربة، محاكمات شباب الثورة، محاكمة ولا ولد كاز، برشا محاكمات. زايد البلاد هذيا ماهيش دولة قانون، مازال تونس دولة بوليسية كما وقت بن علي. أستاذ شنو اللي صار بالضبط؟ عبيد كل ما هي فاهمة اليوم ولد الكنز قدم روحه على أساس أنه يعني كان عنده ثقة في القضاء، توا سمعنا معناتها فرحين أنه فما حكم بعامين سجن. هو حكم حيني كان من طرف دائرة، احنا طرفنا على أساس في الإجراءات وعلى أساس الأصل، وقدمنا مؤيدات جانب المحكمة وقلنا اللي نصوص المجلة الجزائية ما تنطبقش على قضية الحال باعتبار اللي هو في إطار عمل فني، وبالتالي يخضع المرسوم 115 في نطاق حرية التعبير، وبالتالي من هضم جانب موظف عمومي أثناء أداء الوظيفة لا يستقيم في حاله على أساس اللي هي مسألة افتراضية. والعمل الفني اليوم صرخت فزاعة بالنسبة للمسألة هذية، يمكن أي إنسان باش يقوم بعمل فني سوى لوحة زيتية ولا عمل سينمائي يمكن يتحال، وبالتالي كان على المحكمة اللي هي تنظر في المؤيدات حتى إثر الجلسة ولا تأخرها. بس بالنسبة للحكم كان مش في حق المنوب، وبالتالي علينا كان مسألة الإسناف، صار محكمة الإسناف تنصف المنوب. يدور الكلب.